بيكم في قراءة أخطر كارت. هنعمل دلوقتي أخطر كارت، حط شخص في دماغك وخلينا نشوف الشخص ده إيه رسالته ليك دلوقتي في اللحظة اللي أنت بتتفرج فيها على الفيديو ده، سواء كان شريك أنت معاه، شخص منفصل عنه، أي حد هتحط نيتك عليه. حط نيتك على شخص وهنشوف رسالته ليك من العقل الواعي ومن العقل الباطن، وكمان هناخد لكم نصائح من الملائكة تفيد علاقتك معاه. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. إحنا هيكون معانا مجموعتين، أول مجموعة هتكون الكروت دي، وفي حروف برضو هسيبها لكم في أول تعليق، هتكون حروف الشخص اللي أنت حطيته في بالك. وتاني مجموعة هتكون الكروت دي، أو برضو الحروف اللي هسيبها لكم في أول تعليق. فممكن تختار بالكارت عن طريق اختر كارت، وممكن تختار بالحروف حروف الشريك هتلاقيها في أول تعليق. أنا هسيب لكم وقت للاختيار ونبتدي على طول إن شاء الله. ممكن تختار مجموعة لشخص معين في دماغك، أو أكتر من مجموعة لأكتر من شخص. أحيانا في ناس بتختار مجموعتين لنفس الشخص، فتقدر تعمل كده لو تحب. اختار بالطريقة اللي تعجبك. تمام، أعتقد أنتوا كده اخترتوا. خلينا نبتدي بأول اختيار، الناس اللي اختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف. خير بإذن الله. في صوت ديك، ويعني أعتقد إنه الديك بشارة كويسة. يعني في مقولة بتقول إن لما الديك بيأذن بيكون في ملاك معدي، فأكيد دي رسالة كويسة، يعني حاجة حلوة. تمام، طاقتك أنت هي طاقة العالم. كمان ممكن شوية أنت والشريك ده تكونوا في ثيرد بارتي مع بعض، يعني دي علاقة ثلاثية، وأنت عارف لكتير منكم برضو ممكن تكون دي علاقة انترنت، أو يعني هي بدأت كده، أو أنت تعرفت مثلا على الشخص ده من خلال الانترنت، فهي بدأت. وغالبا هو الشخص ده دلوقتي هو اللي مشي وسابك على فجأة، انت ما كنتش عايز تنفصل عنه، بس برضو يعني ده مش مأثر عليك، انت واخد بالك من نفسك، عايش حياتك، مهتم بنفسك، بتلعب رياضة، مهتم بشكلك الخارجي، يعني الموضوع ده مش مأثر عليك قوي يعني، بس هي ثيرد بارتي. المهم انه الشخص ده رسالته ليك هي بنسبة كبيرة، يعني 90% دي علاقة سوشيال ميديا او تعارف من خلال الانترنت، او لو انتوا تعرفتوا على بعض ما كانش في نية من الشخص ده للارتباط، وعلى الاغلب ممكن يكون ما صرحكش بحاجة، يعني هي كانت فليرتنج من الاول، او كنتوا اصدقاء والعلاقة اتطورت، لكن مثلا ما حصلش اعتراف، يعني ده بنسبة كبيرة هي كانت علاقة تقضية وقت. على الأقل دي كانت نوايا الشريك، حتى لو أنت كانت نواياك حاجة تانية، بس هو نواياه كانت كده، وهي دي رسالته ليك، إنه حس إن أنت ابتديت تتعلق بيه، فهو قصد إنه يبعد وقصد إنه يختفي، لأنه أصلا ما كانش نواياه علاقة جادة من الأول، وهو معترف بهذا الشيء ويجوز كمان اعتراف لك بيه، لكن انت بتقول انا هعرف مثلا ازاي ان انا اخليه يحبني. هم ما عندوش، مهما حاولت ما عندوش النية لتطوير العلاقة، فرسلته ليك ان هو اللي قصد انه يبعد علشان ما تتعلقش بيه اكتر. كمان على الرغم من البعد ده، الشخص ده بيقول لك ان هو حاسس بيك وبيتبادل معاك التخاطر، حاسس ان انت بتكلمه في الهوا، ان انت بتبعت له رسائل، وبيقول لك ان هو كمان بيتبادل معاك الرسائل دي، هو كمان بيكلمك في الهوا وحاسس بيك وحاسس بطاقتك. بالنسبة بقى لعقله الباطن، الشخص ده بيحبك جدا، بس هو مش مدرك لهذا الحب، هو مفكر ان احنا بنقضي وقت، علاقة وانتهت وهيجي غيرها ومعرفش ايه، لكن هو مش عارف يشيلك من باله، بدليل ان هو على مستوى الوعي والشعور والإدراك مدرك إن في تخاطر ما بينكم، والتخاطر ده جاي منين؟ ما هو من العقل الباطن، فهو متواصل معك جدا، في عقله الباطن بيحبك جدا جدا، وشايفك توأم روحه، الشريك المثالي ليه،
في انجذاب كمان جسدي وطاقي وعاطفي كبير ما بينكم، بس شوية هو واخد وضع الستاند باي لأنه شايف ان انتم مش مناسبين لبعض لسبب او لآخر، او ان هو مش مستعد لأخذ اي خطوة تجاهك لسبب او لآخر، بس هو عنده النية على كل حال يعني. فشوية انت حاسس بالرفض، بالظبط انت حاسس بالرفض، وبتفكر في الشخص ده كتير قوي، بتفكر في ذكرياتكم، بتعمل مقارنات ما بينه وما بين اشخاص تانيين. فنصيحتك ان انت محتاج تطلع من الطاقة دي، ومحتاج تطلع من شعورك بالرفض، لانه رفض الشخص ده ليك مش لشخصك، ولكن هو ظروفه ما تسمحش، هو ما عندوش النية للارتباط الجاد، هو من نواياه في البداية اصلا مش عايز يكمل العلاقة وما تعرفش عليك عشان كده. فيعني دي كلها حاجات تقولك ان انت مش لازم تشعر بالرفض، ومش لازم تكون مكتئب وفي طاقة مش كويسة، حتى لو انت مهتم بنفسك، حتى لو انت بتتعرف على ناس تانيين، لكن برضو الشخص ده معلم فيك او مهم بالنسبة لك بدرجة ما يعني. طيب قبل ما اخد لكم نصائح الملائكة، خليني اقول لكم الابراج الموجودة معانا. في برج الجوزاء، الدلو، العقرب، الحوت، العذراء برضو خدوا معاكم، والقوس والجدي. وطبعا الطاقات كلها موجودة، بس ما تاخدوش قوي الابراج والطاقات في الحسبان يعني، بقولها فقط للتأكيد. خلينا نشوف ملائكة الحب هيقولوا لكم ايه. لو كنتم أول مرة بتشوفوا القناة يشرفني انضمامكم لأسرة القناة بأنكم تعملوا سبسكرايب، كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. الكارت ده لي هو، والكارت ده ليك أنت. ليك أنت بيقولك let go of control issues، ما يعني اسمح للموقف ده ان هو يعدي بسلام ويعدي بشكل طبيعي زي ما هو، ما تحاولش ان انت تتحكم في الشخص ده، ما تحاولش ان انت تتحكم في العلاقة دي وتمشيها زي ما انت عايز، سيب العلاقة تمشي بالشكل الطبيعي، جت جت، ما جاتش ما جاتش، ما تحاولش ان انت تعمل كنترول عليه، لان مهما حاولت مش هتعرف تعمل غير اللي ربنا كاتبه. فما تتعبش نفسك، سيب العلاقة دي تيجي في وقتها وبالشكل اللي المفروض هي تيجي بيه، ما تحاولش انت تعمل كنترول. طالع وراها فليرت، فانا بقولك ان الشخص ده اصلا من الاول كان نيته الفليرت، فلو تحب ان انت تكمل معاه دلوقتي بهذا الشكل تمام. كمان طالع له هو getting to know each other، محتاجين ان انتوا تقربوا من بعض اكتر وتعرفوا بعض كفاية، لان انتوا مهما كنتم قريبين من بعض فانتوا مش فاهمين بعض بشكل كافي، فمحتاجين ان انتوا تقربوا من بعض اكتر، تتكلموا مع بعض اكتر، وتفهموا بعض كمان اكتر، لانكم ما تعرفوش بعض كفاية. طيب خليني اخد كمان كارت من الانجل انسر اشوف هما كمان هينصحوكم بايه. بيقولك let go، انسى بقى اللي فات وما تقعدش تفكر كتير، انت قاعد بتفكر في الذكريات، بتفكر في الرفض، بتفكر في لحظاتكم سوا، ويعني بيقولك let go، اللي عدى عدى، خليك في اللي جاي وخليك متفائل. طيب اخد لكم برضو كارت من كروت الفيريز اشوف هم كمان هينصحوكم بايه. خلينا نشوف. بيقول لك انه في طاقة شفاء بتحوطك، وربنا بعت لك ملايكة يساعدوك. يعني احنا من اول القراءة اصلا كان في صوت ضيوك، وبنقول ان في ملايكة حوالينا، يعني كانت رسالة. وبرضو في نهاية الفيديو الكروت طلعت تأكد لنا المعلومة دي، ان ربنا بعت لك ملايكة يدولك طاقة شفاء ومحوطينك، فما تقلقش من اي حاجة وما تقلقش من الموقف الحالي.
انت محاط بطاقة شفاء. كمان انا شايف ان انت واخد بالك من صحتك، ممكن تكون بتعمل دايت، بتنزل جيم، بتلعب رياضة. بيقولك برضو خد بالك من نظامك الغذائي، حاول انك تتبع دايت او تاكل اكل صحي، يعني ده برضو هيفرق معاك، فحاول انك تعمل كده. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الاول، الناس اللي اختارت الكروت دي. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وخلونا بقى نروح للاختيار اللي بعد كده. انا مش هفصل الفيديو، هوزع بقى الكروت قدامكم. لو حابين تكملوا معانا وتشوفوا الاختيار التاني، انا بحب اوزع الكروت بالشكل ده علشان الطاقة ما تختلطش يعني. اوكي، ونروح بعد كده للاختيار التاني، الناس اللي اختارت الكروت دي والحروف اللي في اول تعليق. خلينا نشوف. خير بإذن الله. أوكي، طاقتك الهيروفنت ده انت والشخص ده بقى بتتخاطروا على اعلى مستوى. لبعضكم ممكن تكونوا متزوجين بالفعل، يعني ده انت حطيت النية على شخص انت متجوزه او كنتم متجوزين، في ما بينكم مشروع زواج، مخطوبين. الشخص ده كان في علاقة رسمية ما بينك وما بينه، علاقتكم مرسمة أو بتشتغلوا مع بعض، المهم يعني في علاقة قوية بتربطك بالشخص ده، مش مجرد يعني حد انت تعرفه والسلام. وممكن تبقى موجود معاه دلوقتي بس الشخص ده شوية ممكن يكون عندك شكوك فيه ومش واثق فيه. ممكن برضو يكون حصلت مشكلة ما بينكم، حاجة تخص الغيرة او الشكوك او الفلوس، شيء من هذا القبيل يعني. بس ما بشوفش علاقتكم منتهية يعني قوي، حتى لو متطلقين ممكن يكون في ما بينكم تواصل من نوع ما يعني. المهم ان الشخص ده مش مبسوط، في حاجة مزعلة، ومن الواضح ان هو شخص كتوم او شخص متكبر، يعني ما بيعبرش، دايما شايل في قلبه ساكت، ما بيتكلمش، هو شخص قليل الكلام. حتى لو في قلبه حب وكلام كتير ما بيعبرش، ما بيتكلمش، هو شخص كتوم جدا. وحتى لو زعلان او سعيد او بيحب ما بيقولش، كل حاجة بيحتفظ بيها لنفسه وغامض نوعا ما برضو يعني. وانت كمان برضو غامض، بس انت عايز تفهم غموضه، غموضه ده مجننك يعني. المهم ان الشخص ده ايا كان طبيعة علاقتكم ايه، بتتكلموا ما بتتكلموش، والله يعني ممكن يبقى في تباعد للبعض منكم، او الشخص ده مثلا بيحاول يشوفك ومش عارف، هو بيقولك انا بحاول ان انا اعرف عنك حاجات اكتر، بحاول ان انا افهمك، بحاول ان انا ادرسك، مش بس ان انا افهمك. مش معنى انه انا عرفت عنك حاجات انه كده خلاص احنا عرفنا بعض، انا محتاج ان انا احلل الحاجات دي وافهمك اكتر بشكل عميق، اقرب منك اكتر. ممكن اكون في حاجز ما بيني وما بينك، او في فجوة ما بيني وما بينك واحنا مش عارفين نقرا بعض كويس بسبب الفجوة دي، لكن انا بعمل ما بوسعي ان انا افهمك اكتر واحلل شخصيتك اكتر. كمان الشخص ده في عقله الباطن انت زي اللي حاجز لنفسك مكان كده في عقله الباطن وخلاص، يعني في انت الهانج مان في عقله الباطن، خلاص انت مش هتخرج من عقله، بيفكر فيك كتير قوي. اعتقد في شيء مصعب علاقتكم على فكرة، يعني ممكن مثلا يكون في طرف تالت، ممكن يبقى هو متجوز او حاجة، وده السبب انه انت مثلا مش عارف تكمل معاه في العلاقة دي. فالشخص ده زي اللي عايز يعمل اختيار او عايز يبذل مجهود في حاجة معينة علشان يفوز بيك انت ويختارك انت، فبيقولك الموضوع ده صعب عليا ومش من السهل ان انا احققه، لكن انا نفسي ان انا افوز بيك، يعني دي حتى رسالته ليك من عقله الباطن.
انه نفسه انه انت تكون ليك مكانة حقيقية في حياته. شوية حاسس العلاقة دي معقدة نوعا ما، لكن على كل حال الشخص ده رسالته ليه كويسة، ومن الواضح ان هو فعلا في قلبه حب كبير، شايفك زوج مثالي بالنسبة له. كل الفكرة ان هو شخص كتوم وانت مش قادر تفهمه، حتى احنا من خلال التارو بنحاول نفهمه بصعوبة، لانه من الواضح ان هو شخص غامض قوي يعني. طيب يعني احنا هناخد كروت نصايح من الملائكة علشان نفهم اكتر، بس قبل ما ياخد نصايح الملائكة خلينا اقول لكم الابراج الموجودة معانا: برج السرطان، برج العقرب، برج الثور، الميزان والدلو. العقرب هو اللي ظاهر معانا كتير يعني، وطبعا الطاقات كلها موجودة، بس يعني ما تركزوش قوي في الابراج والطاقات. فخلينا نشوف الرومانس انجلز هينصحوكم بايه. فلو كنتم اول مرة بتشوفوا القناة يشرفني انضمامكم لأسرة القناة بأنكم تعملوا سبسكرايب، كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. طلع لك هنا forgiving and learning، محتاج ان انت تعمل تسامح، تتخلص من طاقة الغضب اللي كانت عندك في الماضي، وتطلع بالدرس المستفاد من العلاقة دي. وطلع لك هنا heart to heart conversation، مشكلتكم انه يمكن انتوا الاتنين كمان كتومين، فانتوا محتاجين انه تتناقشوا ويكون في ما بينكم حديث من القلب للقلب، تقدروا ان انتوا تفهموا بعض فيه اكتر وتعبروا عن مشاعركم لبعض، لانه بنسبة كبيرة ده ما بيحصلش، فانتوا محتاجين ان انتوا تعملوا كده. طيب اخد لكم كارت من الانجل انسر اشوف هما كمان هينصحوكم بايه. في تغيرات سعيدة هتحصل، وإذا كنت تؤمن فخليك إيجابي واشتغل على قانون الجذب. أوكي ناخد كارت من كروت الفيرز. بيقولك الأمنية اللي انت بتتمناها هتتحقق، كل الحاجات اللي انت بتصلي عشانها وبتدعي ربنا عشانها ان شاء الله هتتحول لحقيقة، فده كارت الدعاء المستجاب. حاول ان انت تصلي كتير، تدعي كتير، ان شاء الله كل اللي انت بتدعي ربنا علشانه وكل اللي بتتمناه هيتحقق، فحاول انك تكتر من طاقة الدعاء خلال الفترة دي. بيقول لك goodbye to the old, hello to the new. انت انهيت مرحلة او جزء معين من حياتك، ودلوقتي انت مستعد انك تبتدي مرحلة افضل او جزء افضل، فرحب بالجزء الجديد من حياتك. ان شاء الله علاقتك مع الشخص ده هتتحسن، ورسالته ليك ان هو بيراقبك جدا، ان هو مهما كان انتوا مع بعض مش مع بعض، وغالبا ممكن يكون في ما بينكم تباعد بسبب مثلا ان هو شخص متزوج او عنده شغله او عنده مشاكله ايا كانت ايه هي، لكن كمان من عقله الباطن الشخص ده بيقول لك انه الموضوع ده مش سهل بالنسبة لي، وانا مش عارف ابطل تفكير فيك، وانا بسعى جاهدا ان انا يعني افوز بيك ويكون ليك مكانة كبيرة في حياتي. فيعني في شيء مادي كمان ممكن هو اللي يكون شاغله عنك، وقلبه موجوع قوي، لكن هو اللي كتوم وما بيحبش يعبر، لكن احنا قدرنا ان احنا نعرف شوية من خلال القراءة دي. كل المشكلة ان هو شخص كتوم يعني، فيعني حاول انك تعمل بنصائح القراءة علشان تتعرف على الشخص ده اكتر. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الثاني، الناس اللي اختارت الكروت دي. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.